آخر التقارير عبر المحامين، سيارات الإسعاف منتشرة على بوابات السجون وتنقل بالأسرى إلى المستشفيات المدنية. هذا دليل وتأكيد على تدهور خطير على أوضاعهم الصحية. ما نقله المحامين عن الوضع داخل سجن هداريم وإضراب عن شرب الماء وعلى رسيم خليل أبو عرام والوضع الخطير، نحن متخوفون من ارتقاء هؤلاء الشهداء في أي لحظة. اليوم يوم غضب في كل محافظات الوطن، ويا دعوة إلى كل جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه هؤلاء الأبطال. عم منوصل رسالة تضامن لأسرانا في السجون الإسرائيلية، ومنأكد على تحقيق مطالبهم. رسالة للمجتمع الدولي لنحسهم على تلبية مطالبهم على المستوى السياسي فقط، وليس فقط على الحراك الشعب. المطلوب مزيد من الجهود، المطلوب مزيد من الدعم إنقاذا لحياة أسرانا، والمطلوب تعميق الضغط على الاحتلال محليا وعربيا ودوليا، رغم غياب الموقف الدولي الواضح والواحد، ورغم غياب الموقف العربي. من حال لسان أسرى مضربين في نقل الصورة للشعب الفلسطيني، قديش حالة الأسرى صعبة ومقلقة جدا، والوضع لا يحتمل. اليوم صار 6 روتين الإضراب، وضروري يكون في يعني في حراك شعبي أكثر ما موجود في الشارع، لأنه ضروري نسد أسرى. تأخرنا كثير وأثرنا كشعب فلسطيني، وكشعب فلسطيني تجاه أسرانا، ومن هنا علينا نعمل أكثر حضور كقوة وفعاليات في محافظات الوطن لمساعدة أسرانا.